السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو احنا عايزين نعرف ناس اخرين في المشروع، فهاجي هنا، ده المشروع بتاعي، هقول له كونتاكتس، دي الاشخاص اللي موجودة، تمام؟ ده الشخص الموجود، هو في شبه مني شوية. اد هقول له كرييت ا نيو كونتاكت او امبورت فروم سي اس في، لو انا عندي ملف اكسل ممكن ارفعه على طول وهو يفهم كل الاشخاص اللي موجودة، تمام؟ هقول له كرييت ا نيو كونتاكت، فبيقول لي احط الصورة. تعالى نشوف واحد كده يكون شكله مقبول شوية، باتمان. طيب الاسم، الكومباني، الجوب تايتل، الايميل، لازم تكتب الايميل. اللي هو تكنيكال ولا فيندر ولا مانجر ولا كو اونر، خليه فيندر مثلا. اديله التليفون عشان لو حصل اي حاجة نتصل بيه على طول، تمام. العنوان بتاعه، هو موجود في اي بلد، وتقول له سبميت، تمام كده. بقى في اتنين هم موجودين، تقدر تاخد المعلومات، ممكن في اي لحظة عايز تتصل بيه هو لسه ما وافقش عليه، هيجيله ايميل ويدوس عليه يبقى منضم لينا، ولسه لحقيقة ان هو طالع على المعلومات.